حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرا وهو جالس فاذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين او اربعين ايه قام فقراها وهو قائم ثم ركع ثم سجد يفعل في الركعه الثانيه مثل ذلك فاذا قضى صلاته نظر فان كنت يقضى تحدث معي وان كنت نائمه اضطجع